من ولايتي الجلفة وأم البواقي تأتي هذه الشاحنات بصفة يومية حاملة أطنان من مادة البطاطا المنتجة هناك. في هذه المخازن يتم استقبال ما بين 200 إلى 300 طن يوميا بهدف تخزينها لما يسمى فترة الفراغ. رانا في عملية التخزين، لدينا شهر بداية شهر جويي، والتخزين تاعنا يقوم حتى آخر أوت، حتى 25 أوت. رانا كل يوم ندخلوا من 200 حتى 300 طن يوميا في التخزين. يتم استقبال منتوج البطاطا من عدة ولايات، أهمها الجلفة منطقة البيرين، ولا تحملة ولاية أم البواقي. يتم جني المحصول ليلا للحفاظ على برودة المنتوج، وتنقل أثناء الليل ثانيك على جل درجة الحرارة شوية عالية في هذوك الولايات الداخلية واللي هي الضبل العليا. تخزين البطاطا يخضع لعدة شروط تقنية لحمايتها، فتركها ترتاح شرط أساسي قبل وضعها في غرف التبريد تحت درجة حرارة مدروسة بين 3 و5 درجات مئوية. نستقبلوا يوميا ما يقارب 200 حتى 300 طن يوميا. وتدخل نحطوها في الصاص، نحطوها باش تطلق الغازات تاعها، خلوها تريح 24 ساعه، وندخلوها في لي شوم وناخذوا لها درجه الحراره تاعها من 3 إلى 5 درجات في السوق. والبضاعه تاعنا نجمو نخلوها مده تاع 8 أشهر في غرف التبريد. أسعار البطاطا هذه الأيام تتراوح بين 25 و30 دينارا جزائري في أسواق الجملة، لكنها ترتفع خلال فترة الفراغ، وهي الفترة التي تغطيها المخازن وفق اتفاقية بين وزارة الفلاحة والمؤسسة المتوسطية للتبريد. ويعني والتخزين هذا اللي رانا قايمين به مع فريق ميديت، ونشكر وزارة الفلاحة هي اللي قامت بالشيء هذا، اللي يعني وقفوا معنا وقفة، يعني ما خلوناش نضيعوا الانتاج تاعنا يفسد ولا يروح في الحق. صارت في الحياه اللي تحكم النهار اللي تشوف الاسعار تاع البطاطا راح تطلع في البري، يطلعوا الاسعار وزاره الفلاحه هي اللي ديسيدي تخرج اخر اكتوبر ولا نوفمبر ديسمبر، يعني باش تغطي السوق، باش الانسان المواطن المستهلك ما يشريش البطاطا غاليه، يعني تكون في المستوى في متناول الجميع. يعني لا برودكسيون سيتاني كاينه بزاف، يعني خير كبير الحمد لله، رزق رب العالمين اللي طالنا، كان انتاج كبير في العام هذا ان شاء الله 2023. تخزين البطاطا تحسبا لفتره الفراغ امر ضروري من اجل التكفل بالمنتوج الفائض من هذه الماده الواسعه الاستهلاك، وبغيه تنظيم السوق وحمايه المنتج والمستهلك.